تعادلين 1-1 وما اتظلمناش هناك. لا اتظلمنا بالبلانتي والانذار بتاع بركات اللي هو اللي كان الانذار الثاني، بقيه الماتش مش مهم، بس هو ده اللي عمله في اول نص ساعه بالاثنين الحكام. احنا خلاص احنا النهارده برضو مبطلين ده هناك من بدري. وهنا احنا مبطلين من بدري. الاثنين الحكام كل واحد فيهم اخر مباراه بالنسبه له. ايوه صح. كان مستر مانو لو تفتكر كان بيقول لك ال هم مش عايزيننا ناخد البطوله للموسم الثالث على التوالي. ايوه صح. وكان برضو علينا ضغط كبير جدا وشويه اتاثرنا بالضغوط اللي كانت علينا، زادت الضغوط اكتر في الوقت ده. كان يعني بركات مع تريكا مع 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 متعب مع خلاص ابتدوا يلعبوا قدام على طول خلاص. يعني انت برضو خلاص بقت الفرقه واضحه. السيناريو اللي هنا هو اللي كان غريب، كان غريب جدا. والعند انا بص برضو من الكواليس وكابتن جمال الغندور موجود، اتقابلت انا هو بعد بطوله 2007 بفتره، وكان هو قابل العرجون. وكان بيساله ليه انت يعني كنت متحامل على النادي الاهلي. قال له بسبب الجمهور، انا بتشتم من قبل ما المباراه تبتدي. الناس بتهاجمني من قبل المباراه، من قبل ما اعمل اي حاجه. يعني هو قال كده؟ ده راجل يعني غريب جدا ان هو يقول كده. لا ده انا بقول لك ده الكابتن. في حاجه اسمها يعني الجمهور عشان خاطر الجمهور. كان الشتيمه كل جمهور في كل العالم بيعمل كده، بيضغط على الحكم. ولكن الماتش اللي هنا خلينا برضو نمشي، ماتش صعب حتى كواليسه. رغم ان المباراه هناك احنا نكسب. ده هناك نكسب؟ التعادل والانذار الثاني. فاكر اول ربع ساعه في الشوط الثاني مش الاولاني كنا نقدر نجيب جونين هناك. الدنيا كانت اسهل من هنا. احنا لما جينا هنا ممكن شويه برضو الجون اللي دخل فينا كان وقت اصابه احمد السيد بره. مع نهايه الشوط الاول دخل فينا جون عمل نوع من التوتر وفعلا صدر كمان. انا فاكر كلام مستر مانويل اللي كمان اللي بعت يمكن ليا انا على المستوى الشخصي بخلاف الكلام ومع المجموعه، يعني تحفيزه للمجموعه ان احنا هنرجع تاني ابطال افريقيا وان احنا السنه الجايه هناخد افريقيا. وفعلا السنه الثانيه 2008 قطن الكاميروني خدنا البطوله. صح. لكن الماتش ده على المستوى الشخصي يعني ان انا كان ليا حدث مهم جدا او حدثين، يعني انت تجيب جون التعادل في بدايه الشوط الثاني ترجع تطرد على طول وترجع تطرد، وبعد الطرد يبقى ليك ضربه جزاء ما تتحسبش اثنين، وبعدين يبقى ليك ضربه جزاء ما تتحسبش، وبعدين السيناريو هو 1-1 ياخدوا البطوله ان انت في اخر دقيقتين يجي فيك جونين. فخلاص يعني انت ال العند اللي كان موجود في القرارات يأثر على اي حد يعني. انا فاكر بقى من الحاجات اللي هي الصغيره بقى، ربنا يديله الصحه يا رب يتم شفاعه على خير، الكابتن عماد اليماني. لما شافني تحت وانا ماسك في اوضه اللبس، اوضه لبس في استاد القاهره القديمه اللي تحت اللي هي تحت المقصوره يعني. وانا بضرب دماغي في الحيط وهو اللي بيهديني كابتن عماد. يا ابني خلاص، وانا اقول لا مش مصدق واضرب دماغي في الحيط. يقول لي مش مصدق. المهم بقى اكتئبت شويه برضه من الظروف اللي كانت صعبه جدا، وخدنا اجازه تقريبا يومين او ثلاثه، اربع ايام انا فاكر او اربع رجعت مكشر وزعلان. قعد معاك مانويل، قعد معايا مستر مانويل على الدكه بره في اثناء التمرين تهيألي. التمرين بدا يعني التمرين بدا وقعد معاك. قال لي تعالى انا عارف ان انت زعلان وان انت اكتر حد حزين ان البطوله دي اسلام بالنسبه لي انا لاعب ال 14 مباراه من اول ثانيه لاخر سنه. صح. وليها حسابات تاني كتير جدا. المهم يعني خلاص الحمد لله. فعشان يطلعك من الحاله اللي انت فيها فدار الحوار على شرط الكابتنه. انا بثق فيك وانت من اللعيبه المهمه بي.